رمضان كريم. اليوم راح نحكي عن موضوع شوي غريب، نحكي عن كتابة الأرقام. هذا الاكتشاف فعلا غير العالم. تعرفوا انه الأرقام الإنجليزية اليوم نستخدمها هي بالأصل أرقام عربية؟ او ربما سمعتوا عن هذا الموضوع. صحيح هذا الأمر، فقد ساهم العالم الخوارزمي في اختراع كتابة الأرقام. كتابة الأرقام هو أمر كان هام جدا وغير في حياة البشرية، واعتمد كتابة الأرقام اللي هي بالإنجليزية اليوم عندما بتشوفوها بالزوايا، مثلا رقم 4 رقم 5، على عدد الزوايا الموجودة في هذا الحرف. فمثلا عندما بتفكروا مثلا بالرقم 3 هو موجود بثلاث زوايا، والرقم 6 عليه 6 زوايا، والرقم 0 تحدثنا عنه سابقا بلا زوايا، والرقم 1 بزاوية واحدة. هناك طرق عديدة في كتابة الأرقام بعد ذلك انتشرت في العالمين الإسلامي والعربي والغربي والشرقي، ولكن يعود الفضل إلى العالم الخوارزمي في كتابة الأرقام. بحب أحكي أنه تعداد الأرقام موجود منذ الأزل ومنذ فترة طويلة، ولكن كتابة الأرقام جاءت في وقت حديث.